بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعملوا طريقة كيكة بالبرتقال، طريقة سهلة وبسيطة خالص، وهعمل لها صوص كده بسيط خالص. يا رب تعجبكم حبايبي، وان عجبتكم ما تنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب. طريقتها هشة خالص كده وبسيطة جدا. معاني هنا 3 بيضات وكوباية الا ربع زيت وكوباية سكر وبرتقانية مقطعينها قطع صغيرة، برتقانية واحدة بس، 2 دقيق، معلقة خل، طبعا فانيليا معانا أساسية، ومعلقة بودر كبيرة، وطبعا معانا ذرة الملح على الدقيق ما ننسوهاش. هنا معانا 3 بيضات هنحطهم في الخلاط، انا هعملها كلها في الخلاط. حطينا هنا البيض والسكر والفانيليا وهنضربهم كويس جدا في الخلاط لحد ما هم اصبحوا كده كريمي كده خفيفة. هنحط معلقة الخل وهننزله بالزيت هنا والبرتقال. حطينا هنا بقى معلقة البودر على الدقيق وضربناهم في الخلاط وحطيناهم. بعد ما اتضربوا اهم في الخلاط حطيناهم على الخليط. يعني احنا ضربنا الزيت والبرتقال مع البيض والسكر، بعد ما اتضربوا حطينا البرتقال وحطينا الزيت، ضربناهم كويس وحطيناهم على 2 كوباية دقيق ومعانا طبعا البودر. هنقلبهم كويس جدا. ايه بعد ما خلصناها واتخلطت مع بعض، قلبت بمعلقه، انا قلبتها بمعلقه اتجاه واحد، ما استخدمتش مضرب ولا حاجه. طريقه بسيطه خالص وسهله. عايزه تحطش برتقانه برتقانتين براحتك، انا حطيت برتقانيه واحده بس، عادي مش هتفرق معاكي. في الصينية طبعا مدهونة بقى هنا سمنة، نزلنا الخليط اهي حبيبتي، حطيناها في الصينية. هنحطه بقى في فرن، طبعا بيكونوا مجهزينه مسبقا قبل كده بعد ما طلعت اهيت. طبعا بتحطيها في الفرن على الشبكة، ما بتحطيهاش في القعر، معروفة الكيكة بتتحط في النص كده، تقفلي عليها كويس وما بتفتحيش عليها خالص الكيكة غير بعد ربع ساعة. هنا بقى هنحط معلقة نشا وحوالي 3 معالق سكر في طاسة كده على النار، وهنحط 2 كوباية عصير برتقال. هنقلبه بقى كده على نار هاديه خالص كده. ده الصوص اللي انا عاملاه للكيكه. على نار كده هاديه قلبنا كويس لحد ما بقت اتمسكت شوية. معلقة النشا وحطينا هنا معلقة زبدة كبيرة، قلبناها كده. الصوص ده طعمه جميل جدا، بيخلي طعم الكيكة كويس جدا، طعمه بيبقى حلو بصراحة. ايه سيبنا الكيكة لما بردت خالص تبرد نهائي، قلبناها على الناحية التانية على الوش على الظهر. يا هي حبيبتي حطينا الخليط دوت، بتحطي الخليط دوت وهو سخن عشان لو برد منك هيمسك مش هتعرفي تفرجيه. تحطيه تقلبي كويس وتنزلي بيه على الكيك. تعمل الزبدة هنا مع البرتقال طعمها جميل جدا والله، هتطعم تحفة للكيكة. طبعا الكيكة سيبناها لما تبرد خالص خالص خالص، يعني الكيكه تبقى بارده تماما، الاستروس بس هو اللي سخن عشان تعرفي تنزليه، لان لو برد منك هيكبر لان هو عباره عن نشا مهلبيه.
الصوص كان عبارة عن معلقة نشا وثلاث معالق سكر صغيرين وكوباية عصير برتقال ومعلقة زبدة. هي حبيبتي بعد ما خلصت قطعناها كده، قطعيها كده شرايح مع فطار خفيف الصبح مع عشاء خفيف، جميلة جدا والله وطعمها هيعجبك جدا. بصي هشة ازاي،